سقوط طائرة بدون طيار بجوار مستشفى طابة، وسقوط مجذوف قرب محطة كهرباء نويبع دون وقوع ضحايا. وكالة الأونروا تحذر من أن العديد من الأشخاص سيموتون قريبا جراء الحصار الإسرائيلي على غزة، وتطالب باستمرار المساعدات للقطاع. الآلاف من النشطاء في نيويورك يشاركون في مسيرة ضد الشركات الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. أعلن المتحدث العسكري سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم بجوار أحد المباني المجاورة لمستشفى طابة. أضاف المتحدث العسكري أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات طفيفة، مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة. وأكد المتحدث العسكري أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية. أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مدينة طابة في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء. وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين إلى مستشفى طابة المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المصابون المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات. كما ذكرت رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط فيما يبدو بتهديد جوي فوق البحر الأحمر، وأنه على علم بوقوع حادث أمني خارج حدوده. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مفادة التلفزيون المصري رانيا كمال. رانيا، اطلعينا من طابة على آخر التطورات وماذا بعد سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار قرب مستشفى أو أحد المباني المجاورة للمستشفى. بالفعل حدث صباح اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط إحدى الطائرات المواجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني السكنية خلف مسجد السلام بمدينة طابة بعد مستشفى طابة المركزي. أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 مصابين، تم وصولهم إلى مستشفى طابة المركزي وتلقوا العلاج وخرجوا بعد الإسعافات الأولية والعلاج، وما زال الحادث حتى الآن تحت التحقيق. نعم. ماذا عن حالات الإصابة؟ تحدثتي أنهم خرجوا جميعا من المستشفى، ماذا عن درجات الإصابة التي أصيبوا بها وتم العلاج بشكل كامل لهم؟ الإصابة كانت عبارة عن شظايا للزجاجة الموجود في المكان، جروح خفيفة بالأيد، جروح وخدوش بسيطة بالوجه. نعم، هل من خسائر أخرى في المكان؟
أثر عن بعض الضرر للواجهات عمارتين، سقط الصاروخ في أو سقطت الطائرة في منتصف العمارتين، فأثر عن ضرر بالواجهات الخاصة بالعمارتين. نعم، أشكرك جزيل الشكر. مفادة التلفزيون المصري من طبران يا كمال. في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي وغرز القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، ألقى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الصديق بنويبع بجنوب سيناء، وأكد خلالها على منزلة سيناء المباركة. كما أكد وزير الأوقاف على عدم التفريط في ذرة رمل واحدة من أرض سيناء لأحد على الإطلاق، ومن يظن أنه يمكن أن ينال منها موضع قدم فهو واهم. وشدد على السلام العادل المنصف، سلام الأقوياء الشجعان، السلام الذي له درع وسيف وقوة تحميه، وله جيش أبي عظيم، جيش رشيد يحمي ولا يبغي. وبشأن القضية الفلسطينية، أكد وزير الأوقاف أن علماء الأمة وفي مقدمتهم علماء فلسطين يرفضون التهجير ويعدون الموت في سبيل التمسك بالأرض شهادة، وأن ما يحدث للفلسطينيين لا يقبله الضمير الإنساني لأي من البشر أو الكائنات الحية. شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني عن أن غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات متواصلة تحدث فرقا بعد نحو 3 أسابيع من قصف إسرائيلي مكثف على القطاع المحاصر. وأعلن المفوض العام لوكالة أونروا خلال مؤتمر صحفي في القدس مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص سيموتون قريبا جراء الحصار الإسرائيلي لغزة. الخدمات الأساسية تنهار، الدواء ينفد، الغذاء ينفد، الماء ينفد، وبدأت شوارع غزة تمتلئ بمياه الصرف الصحي. إن غزة على شفا خطر صحي هائل، وخطر الأمراض يلوح في الأفق. إن ما نحتاج إليه هو تدفق مساعدات مجدية ومتواصلة، ولتحقيق النجاح نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين. قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستنجز إنه من المتوقع عبور 8 شحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى قطاع غزة اليوم. وأضافت أن المنظمة سجلت دخول نحو 74 شاحنة مشيرة إلى مواصلة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لتوفير المزيد من المعابر الإنسانية في القطاع المكتظ بالسكان، ومشيرة إلى وجود 1000 مريض يحتاجون إلى غسيل للكلى وأكثر من 100 طفل ورضيع في الحضانات في قطاع غزة. أني الله الشهادة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هي شايفة معها ورد مسجدها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7326 بينهم 3038 طفلا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر. وأوضحت الصحة الفلسطينية أنها نقلت 1700 بلاغ أو تلقتهم عن مفقودين من بينهم 940 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية نفذت عمليات محددة الهدف وسط قطاع غزة. وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال التوغل المحدود تم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات، مشيرا إلى أن جنوده خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن جيش الاحتلال يحشد قواته ودباباته على حدود غزة. وأضافت الصحيفة أن قادة الاحتلال على المستوى السياسي والعسكري منقسمون حول كيفية وموعد الغزو البري للقطاع، مشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض التوقيع على خطة الاجتياح بعد أن وضعت القيادة العسكرية اللمسات الأخيرة عليها. وصل الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بقصف منازل وأهداف مدنية طوال ساعات الليل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. أفادت مصادر بالقطاع بأن طائرات الاحتلال قصفت مسجدا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون والشجاعية ومخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهد 3 مواطنين في مدينة جنين وأصيب 12 آخرون إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها. وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى المصابين. أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة بأكثر من 40 آلية عسكرية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 45 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصا بينهم امرأة من محافظة الخليل الجنوبية، بينما جرى اعتقال 11 من بيت لحم الواقعة في الجنوب أيضا. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 أشخاص من قرى محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، وأربعة من بلدة حزمة في القدس، ومن نابلس في شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر منصور، بينما جرى اعتقال 5 فلسطينيين من محافظة أريحة والأغوار شرق الضفة الغربية. هذا وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بأشد العبارات اعتداءات وجرائم المستوطنين الإسرائيليين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات أدانت شدة التحريض الاستعماري العنصري من قبل المسؤولين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، محذرة من استغلال المستوطنين الإسرائيليين حرب الاحتلال على غزة لارتكاب مجازر بالضفة الغربية. وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبها بوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. في هذا الإطار يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لحل القضية الفلسطينية والتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. مصر تبذل كل الجهود لوقف نزيف الدم وإطلاق النار بشكل أو بآخر في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. الموقف المصري حاسم وواضح من الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وعبرت عنه القيادة السياسية في العديد من اللقاءات والاتصالات الهاتفية التي شهدتها الفترة الماضية. فمنذ 7 أكتوبر الجاري تلقى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية من العديد من الزعماء، خاصة من فرنسا والعراق وقبرص وتركيا وكندا وروسيا وإسبانيا واليابان، وذلك لبحث جهود وقف واحتواء التصعيد في قطاع غزة. وخلال الفترة الماضية عقد الرئيس السيسي لقاءات مباشرة عدة مع مسؤولين دوليين وزعماء وقادة دول، ومن أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين لمنع مزيد من التصعيد الإسرائيلي في غزة. كما ترأس الرئيس السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي لاستعراض تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، لتصدر عن الاجتماع عدة قرارات، ومن أبرزها الإعلان عن استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مع تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. وفي أعقاب اندلاع الأزمة بغزة بادرت مصر بالدعوة إلى قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس السيسي رغم اعتبارات ضيق الوقت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، ومن أجل إنشاء توافق دولي محوره قيم الإنسانية وضميره الجمعي ينبذ العنف. القمة شهدت تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة وتهجير أهالي قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومؤكدا أنه لا تهاون للخطة في الحفاظ على السيادة والأمن القومي في ظل الظروف والأوضاع المتزايدة المخاطر والتهديدات. وبالتزامن تتوالى المساعدات الدولية عبر معبر رفح، وتتكثف معها الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية، كما يعتبر مطار العريش الدولي بشمال سيناء نقطة لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة. مصر تؤكد دوما على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة الحالية، لا سيما مع استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها. شارك الآلاف من النشطاء في وول ستريت بمدينة نيويورك في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضد الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف المدنيين العزل في القطاع، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات الأمريكية الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل للاحتلال الإسرائيلي لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين. ووجه المتظاهرون دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني. صراع قديم متجدد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدأ منذ عام 1917. في هذا العام وعدت بريطانيا اليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض دولة فلسطين، فكان وعد من لا يملك لمن لا يستحق. تاريخ طويل من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعود إلى نوفمبر من عام 1917، عندما صدر وعد بلفور
الذي منحت بريطانيا بموجبه لليهود حق إقامة دولة في فلسطين ليمنح من لا يملك من لا يستحق، ولتبدأ الخطوة الأولى على طريق إقامة كيان إسرائيلي على أرض فلسطين على حساب شعبها. ومنذ ذلك التاريخ بدأت على الأرض فصول الصراع العربي الإسرائيلي ليخوض الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حروبا ومواجهات دائمة كان آخر فصولها ما يحدث حاليا. بعد الحرب العالمية الأولى سيطرت بريطانيا على فلسطين التي كانت تسكنها أقلية يهودية وغالبية عربية، وتنامت التوترات بين كلا الجانبين بعد أن أعطى المجتمع الدولي بريطانيا مهمة تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وما بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي تنامى عدد اليهود القادمين إلى فلسطين، كما تنامى أيضاً العنف بين اليهود والعرب أو ضد الحكم البريطاني في المنطقة. وفي عام 1947 صوتت الأمم المتحدة على قرار لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، إحداهما يهودية والثانية عربية، على أن تصبح القدس مدينة دولية، ووافق اليهود على هذه الخطة فيما رفضها الجانب العربي. وبعد عام غادر البريطانيون دون أن يتمكنوا من حل المشكلة، فأعلن اليهود تأسيس دولة إسرائيل، وهو ما لاقى اعتراضاً من الفلسطينيين، لتندلع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي انتهت عام 1949 بانتصار إسرائيل مع تهجير 750 ألف فلسطيني. وكان من نتائج الحرب تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء: إسرائيل، الضفة الغربية ونهر الأردن، قطاع غزة. خلال السنوات التالية تصاعدت التوترات في المنطقة، فمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمراحل عدة، بدءا من حروب عام 1948 و 1967 ووصولا إلى حرب أكتوبر عام 1973. ورغم أن اتفاقية كامب ديفيد حسنت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها، إلا أن مسألة تقرير المصير والحكم الذاتي الفلسطيني ظلت دون حل، لينتفض مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1987 ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما عرف بالانتفاضة الأولى. وفي عام 1993 توسطت اتفاقيات أوسلو في الصراع، ووضعت إطاراً للفلسطينيين ليحكموا أنفسهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما مكنت من الاعتراف المتبادل بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. ثم جاءت الانتفاضة الثانية في سبتمبر من عام 2000 واستمرت حتى عام 2005، ورداً على ذلك قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية ببناء جدار عازل حول الضفة الغربية في عام 2002. وفي ديسمبر من عام 2008 شنت إسرائيل هجوماً على غزة استمر 22 يوماً، أسفر عن استشهاد 1400 فلسطيني ومقتل 13 إسرائيلية. أما في عام 2014 فشنت إسرائيل هجوماً هو الأطول والأكثر دموية على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامد، أسفر عن استشهاد 2251 فلسطينياً ومقتل 73 إسرائيلية. وقد شهدت سنوات القليلة الماضية صدامات متعاقبة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس وحتى داخل المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بسبب سياسات الاحتلال وممارسات المستوطنين وغياب أي أفق لتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ونبقى في الأراضي الفلسطينية إلى مدينة رام الله، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. سيد إبراهيم، بعد التحية، يعني مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. كيف ترى الدور المصري في تقديم هذا الدعم؟ أشكرك أخي محمد، والتحية لمشاهديك وللشعب المصري الشقيق وللقيادة المصرية حكومة ورئيسا ولكل الشعب المصري الذي تنبض قلوبهم
بالتضامن والوجع لما يشاهدونه من محرقة متدحرجة حصادها الأطفال والنساء في قطاع غزة، دخلت يومها 21 في التقرير الذي استمعت إليه قبل قليل، تلخيص لطريق الآلام التي تركبها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 48 وإلى هذا الذي يجري اليوم من محرقة متدحرجة وحرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني وتلاحق اللاجئين إلى ملاذاتهم في القرى والبلدات التي لجأوا إليها عام 48. هؤلاء أحفاد الذين تعرضوا للمأساة عام 48، يلاحقهم أحفاد العصابات الصهيونية التي ارتكبت الجرائم الفظيعة عام 48. لم يكن 7 أكتوبر في عام 48 ولم يكن 7 أكتوبر في كل الحروب التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ولم يكن 7 أكتوبر في كل المعاناة التي يعني سردها التقرير من عذابات في الضفة الغربية واقتحامات، ولم يكن 7 أكتوبر عندما وقف سموتريتش في حواره ورفع خطاب المحو والحرق والإبادة الجماعية، وعندما رفع خارطة في باريس لا تظهر فيها الأراضي المحتلة وتتجه أطماعه إلى الأردن، ولم تكن 7 أكتوبر عندما وقف نتنياهو يحمل خارطة للشرق الأوسط لا توجد فيها الأراضي المحتلة. كل هذا الذي يجري اليوم هو كان عرض للمرض الأصلي وهو الاحتلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما. نحن نقدر الجهد المصري العظيم، ومصر هي دائما السند وهي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ونشعر بكل امتنان لكل ما تقدمه الشقيقة مصر من مساعدة ومن تضامن مع شعبنا الذي يواجه في هذه اللحظات حرب إبادة ومحرقة متدحرجة حصادها الأطفال والنساء والشيوخ. هذه حرب ليست ضد جيوش، هذه حرب ضد الناس، ضد الأطفال، ضد العائلات التي تنتظر الموت، وليس ثمة ما هو أصعب من الموت سوى انتظار الموت. عندما يقولون للناس اذهبوا إلى الجنوب وهناك المناطق أكثر أمنا، فيقصف العائلات في الجنوب ويقضي الأطفال والنساء تحت الركام، ولا زال هناك الآلاف من الأطفال والنساء الذين ما زالوا يتنفسون تحت الركام ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم. لا أستطيع أن أصف ما الذي يجري، ما يجري يتجاوز كل الحدود ويطيح بكل القيم التي راكمتها البشرية. ما يجري هو إبادة جماعية. طيب إلى أين وصلت الجهود سيد إبراهيم لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي؟ الجهود كما تنظر بأن إسرائيل التي تستمد غطرستها وعنادها وفائض قوتها من تشجيع الأمريكي والشراكة الأمريكية والأوروبية للأسف معها بعد أن انهارت كل القيم التي لطالما تحدث بها الأوروبيون عن العدل والمساواة وقيم الحق والديمقراطية والحرية، وإذا بها كلها تنهار تحت ركام البيوت وجماجم الأطفال ودماء النساء والشيوخ التي تتنزف في الشوارع في غزة في كل قرية ومدينة، وفي الضفة الغربية أيضا هناك مجازر ترتكب من قبل المستوطنين الذين يلاحقون المواطنين قاطفي الزيتون ويقتحمون المخيمات والقرى والبلدات ويعيثون قتلا وألما ووجعا وتهجيرا للمواطنين. الجهود معلقة بما سيصدر عن القرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نتطلع إلى التصويت في ضرورة وقف المقتلة المتدحرجة. الأولوية الآن هي لوقف المقتلة الآن وليس غدا، لأن كل دقيقة تمر الوقت من دم، كل دقيقة تمر تقضي فيها عائلة،
عباد عائلة من قصف الطائرات، هذه الوحوش التي تتربص بالأطفال والنساء في داخل البيوت وهم نيام، فيردمون البيوت على رؤوسهم ويردمون المستشفيات ويقطعون الكهرباء والماء. نحن ننتظر من يغيث هؤلاء الذين ينتظرون الإغاثة من الجهات التي لا زالت تتنكر للقوانين وأخلاق والأخلاق والقيم التي للحروب قوانين أباحها نتنياهو، ولقي التشجيع من العالم ليمارس كل هذا المقتلة التي يمارسها ضد الأطفال. هذه إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني. نحن نتطلع إلى أن يصدر قرارات من اليوم من الجمعية العامة لتحاصر إسرائيل وتفرض عليها إدخال المواد التموينية وإدخال الوقود الذي يغذي المولدات في المستشفيات لإعادة شريان الحياة. ماذا عن إدخال الوقود؟ هل هناك جهود تتم على الحكومة الإسرائيلية لإدخال الوقود؟ إلى أن تنجح هذه الجهود الأممية اليوم في وقف هذه المقتلة الجماعية. طب هل هناك ضغوط تتم على الجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى قطاع غزة؟ كما تعلم بأن إسرائيل لا زالت ترفض إدخال المواد الوقود وكذلك الدواء، وإن سمحت فهي تدخل بالقطارة ما لا يمكن أن يساعد على تقديم أي عون للمستشفيات التي انقطعت عنها الكهرباء. كيف تعمل المستشفيات التي تقطع إسرائيل عنها الكهرباء وهناك العدد الآلاف من المرضى الذين بات تتهددهم الخطر داخل وهم على أثرة الشفاء بانقطاع الكهرباء؟ يعني الإعدام، غزة تتعرض للإعدام، والجهود الدولية تتعثر أمام من عناد إسرائيل ومن يشجع إسرائيل على بطرستها. يعني نراهن على الجهود الشقيقة وخاصة جهود مصر العربية لتتمكن من إدخال الشاحنات التي تنتظر على معبر رفح لتمكين أهلنا في القطاع من الحياة، سواء كان بإدخال الوقود أو الدواء أو المواد التموينية والغذائية، وكذلك إعادة الحياة، شرايين الحياة إلى غزة بربطها بالكهرباء والماء. طيب سيد إبراهيم، هل من إحصائية لديك فيما يتعلق بعدد الشهداء والمصابين؟ ونقطة أخرى، كيف هي معنويات الشارع الفلسطيني سواء في الضفة أو في القطاع لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي؟ أبدأ من الشق الثاني من السؤال. الشعب الفلسطيني لم يكن يوما إلا وقد عانى ما يعانيه، وإن كانت هذه اللحظة من أقسى اللحظات التي واجهها الشعب الفلسطيني. لقد واجه الشعب الفلسطيني نكبة عام 48، وفيلم الطنطورة الذي يشرح ويحكي قصة المجازر المروعة باعترافات مرتكبيها اليوم الذين هم يرتكبون اليوم أحفاد هؤلاء القتلة المجرمين، يحكي قصة الفلسطيني الذي ينهض من تحت الركام كفينيق يحيا رغم كل المجازر التي وقعت عام 48 وقتلت أكثر من 700,000 فلسطيني، هي اليوم تعاون إعادة إنتاج تلك المجازر. ومرت بين 48 و2023 دماء كثيرة جرت في طريق الآلام الذي يتنكبها الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني لا زال يناضل بنزف جراحه ووجع معاناته، يؤمن بحتمية انتصاره، انتصار الحق على الباطل والوطن على الاحتلال، والحقائق الثابتة على كل عناصر الغطرسة، والدم على السيف والسجين على السجان. لن يعني يكسر هذا الذي يجري من عزيمة الفلسطيني الذي يؤمن بحقه في الوجود على أرضه، وبحقه في مقاومة أعدائه، وبحقه في نيل حريته التي كفلتها له الشرعية الدولية. أما بعدد الشهداء فإن القضية ليست بالأرقام التي يحاول الأعداء ومن يشايعهم للتشكيك بها، بينما الصورة أسبق
انباء من الكتب، الصوره الطالعه من كل حاره ومن كل مخيم ومن كل بلده تحكي وتصف بما لا يعجز الكلام عن الوصف. القضيه ليست ارقام، القضيه حياه اطفال لهم احلام ولهم امهات ولهم اباء ولهم اجداد وجدات، والجدات ايضا لهم احفاد ولهم الامهات لها اطفال. انت تلاحظ انه بين الشهيد والشهيد شهيد، وبين الجريح والجريح جريح، جرحى يسعفون مصابين ونازحين يغيثون نازحين. انها القيامه تقوم في كل شارع وكل زقاق وكل بلده في غزه، لكن كل هذا الذي يجري لن يفت من عضد فلسطيني وهو يمضي بنزف جراحه ووجع معاناته نحو تحقيق حريته واقامه دولته. ومتوسقا بارضه من رام الله السيد ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومه الفلسطينيه، اشكرك جزيل الشكر. خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو الاقتصادي الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.3% خلال العام الجاري مقابل 3% في توقعات سابقة. وتراجع الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية مع استمرار العدوان الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الاقتصاد الإسرائيلي الذي أرعب كافة المؤسسات الدولية وكافة اقتصادات العالم بقوة ومتانة مؤسساته أصبح في مهب الريح بعد عدوان إسرائيل الغاشم على الأراضي الفلسطينية. فقد خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو الاقتصادي البلاد إلى 2.3% خلال العام الجاري
مقابل 3% في توقعات سابقة، وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق. هذا وقد لامس الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية مع استمرار التصعيد غير المسبوق الذي تمارسه سلطات الاحتلال. وأكد الخبراء أن حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استمراره في حربه على قطاع غزة ستكون أكبر من أي خسائر تعرض لها منذ عقود. وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالية الإسرائيلي ضرورة مراجعة الميزانية الحالية التي لم تعد مناسبة للوضع الراهن، دعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى عدم استخدام موازنة عام 2024، بينما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيفات 5 بنوك إسرائيلية قيد المراجعة للنظر في خفض تصنيفها. وأوضحت الوكالة أن البنوك قيد المراجعة هي أكبر 5 بنوك في إسرائيل. وخفضت وكالة ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى AA، ومع ذلك فقد قامت بتعديل التوقعات المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب الحرب المستمرة. وأرجعت الوكالة هذا التغيير إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل الآن نتيجة للأحداث الراهنة. إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك الروسية الحدودية بدون التسبب في أضرار أو زيادة في النشاط الإشعاعي. قالت الشركة المشغلة للمحطة إنه تم وقف هجوم ب3 مسيرات على محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرة إلى أن هذا الحادث لم يؤثر على تشغيل المحطة. وتحدثت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم دون أن تحدد أنه استهدف محطة للطاقة النووية. قال وزير الداخلية الأوكراني إيهار كليمينكو إن صاروخا روسيا أصاب مبنى لإدارة الإطفاء في منطقة خاركييف الشمالية. وأوضح كليمينكو أن الصاروخ أدى إلى إصابة 8 من رجال الإنقاذ على الأقل، مضيفا أن المبنى و13 قطعة من المعدات تضررت أيضا، لكنه لم يذكر نوع الصاروخ المستخدم. قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه فقط. وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المشروعات الخضراء في العديد من المجالات، وأن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مبادرات لخفض الانبعاثات في مواقع العمل المختلفة بالتعاون مع شركائه الأجانب. وخلال استقباله سونغ هالينغ رئيس مؤسسة الطاقة الصينية، بحث الملا فرص التعاون في مجالات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأمونيا وتكنولوجيات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات. وأشار الملا إلى أن التعاون مع المؤسسة الصينية قد يمتد لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات المطلوبة للتحول الطاقي. من جهته أكد رئيس المؤسسة الصينية أن التعاون مع مصر في العديد من المجالات يعد أحد أهم أولوياتها، وأنها تتطلع للتعاون مع قطاع البترول في مشروعات هامة للطاقة الخضراء وخاصة في مجال الهيدروجين. أعلنت وزارة الصحة تقديم 43,081,094 خدمة طبية من خلال مبادرة ميت يوم صحة،
وذلك منذ انطلاقها يوم 25 من يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 26 من أكتوبر في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد عمل الحملة. دعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدمتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن. قامت مديرية الصحة بمحافظة دمياط بالتعاون مع جامعة دمياط بتنظيم قافلة طبية للكشف على الطلبة والعاملين في الجامعة من خلال مبادرة 100 يوم صحة، والتي تقدم خدماتها للمواطنين مجانا. كما أقيم على هامش القافلة ندوة توعوية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض سرطان الصدر، والذي يأتي ضمن المبادرات الرئاسية، وشارك فيها عشرات الطالبات وتمت توعيتهن من خلال أطباء متخصصين في مجال سرطان الثدي. أدعو كل مواطن مصري يشارك في مبادرة 100 يوم صحة، لأن الدولة هي اللي خارجة بكل ما تمتلكه من إمكانات سواء مادية أو بشرية على أساس الحفاظ على صحة المواطن المصري. انتشار في عمل الندوات التوعوية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية وخاصة سرطان الثدي، ونحن هنا في جامعة دمياط والتي تحتوي على أعداد كبيرة من الطالبات في السن أو العمر المستهدف الخاص بسرطان الثدي. عندنا النهاردة مبادرة الكشف عن الضغط والسكر، والكشف عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن دلالات الأورام. المبادرة كمان موجود عندنا جزء مهم جدا في المبادرة اللي هي خاصة بالفحص الذاتي لاكتشاف سرطان الثدي. قافلة طبية فيها كشف عن أمراض الضغط والسكر ووظائف كلاوي. أنا جيت النهاردة طبعا الجماعة هنا استقبلوا كويس جدا وعملوا لنا الكشف الدوري بتاعنا ده، والحمد لله الواحد اطمن على صحته. جيت النهاردة شفت وقست الضغط وكويسين يعني، وقست للضغط وكده، وشافيت وظائف الكلى والسكر وكده، وقالت لي انت تروح المستشفى وتصرف لي علاج منك وكده يعني. المبادره دي كويسه لانها فيها حاجات كتير قوي، يعني مثلا في حاجه اسمها الكشف المبكر، ده هي اللي بتعمله المبادره دي. انا شايفه ان المبادره كويسه جدا لان الورم منتشر الفتره دي جدا، يعني ناس كتير عندها الورم، فزودوا لنا اهميه التوعيه بالورم وازاي نكتشف ان احنا عندنا وازاي ننشر الوعي اكتر. تتواصل جهود الدولة داخل محافظة أسوان، حيث تتصدر منظومة التأمين الصحي الشامل الأولويات لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للأسر. يأتي ذلك بعد استكمال إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية وتوفير الأجهزة الحديثة بأسوان والدفع بالأطقم الطبية، وبلغ عددها 140 طبيبا و560 من أطقم التمريض، إضافة إلى العناصر الإدارية المتميزة الذين تم تدريبهم لتطبيق أعلى معايير الجودة لإرضاء المنتفعين داخل 11 مستشفى و112 وحدة صحية تدخل ضمن المنظومة. بدأ التشغيل التجريبي بمستشفيات حورس والمسلة والرمد والصداقة والأورام، وهو ما يمثل 86 مركزا ووحدة طبية. محافظة أسوان بتشهد تسليم عدد 90 وحدة ومنشأة صحية للعمل ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية، وده أول خطوات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل. أسوان بتفخر إن هي في المرحلة الأولى منها. تم إطلاق تجريبي للوحدات والأربع مستشفيات اللي معانا لمدة 3 شهور، والحمد لله كلهم بيعملوا بكفاءة عالية جدا. أنا عندي دلوقتي في المحافظة مسجلين عندي فاتحين 1,110,000 ملف فردي، يعني خلاص بنسبة 86%، فاضل بس 14% يبقى كل المحافظة مسجلين. الوحدات هنا بصفة عامة بتقدم خدمات الأسنان بصفة دورية. عندنا هنا خدمات الخلع، في تنظيف جير وعلاج لثة، وفي كمان الحشوات، بالإضافة لأن احنا عندنا هنا متابعة دورية للحوامل أثناء فترة الحمل. احنا الوحدة هنا بتقدم حوالي تقريبا 7 عيادات، عندي عيادة إسعافات أولية، عيادتين لتنظيم عيادة تنظيم أسرة، عيادتين طب أسرة، عيادة طوارئ، عيادة التطعيمات، وعيادة خاصة بخدمات الأسنان. عندنا هنا الأدوية كلها بالمجاني، بنوفرها لكل عيادات اللي هي الجلدية والعظام والأطفال
والنهارده بدأنا كمان نسا وموفرين كل الأدوية وبالمجاني وبنصرف حوالي 500 تذكرة في اليوم. قوتنا التمريضية هنا بإذن الله 520 ممرض بتخدم أقسام المستشفى جميعا، بتتوزع ريشيو على حسب طبعا الهيئة العامة للرعاية الصحية. المستشفى فيها 62 ماكينة غسيل كلوي، فيها 83 سرير داخلي، بتخدم طبعا مركز ادفو كامل، وان شاء الله مستعدين باذن الله للجديد ان شاء الله. سمحت على المنظومه بتاعت التامين الشامل دي وجيت قدمت فيها، عملت الكارنيه بتاعي وانا وجوزي واولادي وبنجوا هنا نكشفه. حيا وزير الاوقاف محمد مختار جمعه ومفتي الجمهوريه الدكتور شوقي علام ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده، حيوا أهالي سيناء وشيوخ قبائلها على موقفهم الوطني، مؤكدين أنهم أهم أعمدة سيناء وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. جاء ذلك خلال لقائه بهم بعد أداء صلاة الجمعة من مسجد الصديق بمدينة نويبع، وعبر أهالي سيناء وشيوخها عن فرحتهم وسعادتهم بافتتاح مسجد الصديق الصرح الشامخ بمدينة نويبع، وأكدوا وقوفهم الصادق خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته الشجاعة في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وما يتم في عهده من تنمية شاملة لجميع مناطق سيناء، مؤكدين اعتزازهم بما تقدمه الدولة في سيناء، ومعبرين عن عمق ولائهم وانتمائهم للوطن في كلمات وقصائد شعرية عبروا فيها عن عمق وصدق هذا الولاء والانتماء. وبهذا الخبر نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. سقوط طائرة بدون طيار بجوار مستشفى طابة وسقوط مقذوف قرب محطة كهرباء نويبع دون وقوع ضحايا. وكالة الأنوراء تحذر من أن العديد من الأشخاص سيموتون قريبا جراء الحصار الإسرائيلي على غزة، وتطالب باستمرار المساعدات للقطاع. الآلاف من النشطاء في نيويورك يشاركون في مسيرة ضد الشركات الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة. نهاية نشرة الثالثة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. إلى اللقاء.